ليه يابا كده؟ ايه اللي نزلك من السرير؟ عايز اصلي. احنا متفقين انك تصلي في السرير، دي رخصه اداها لنا ربنا. ربنا أكرمنا ورحمنا وادانا رخصة نصلي حتى في السرير. قلت أخلي عندي دم وأصلي حتى الفرض وأنا واقف، ما قدرتش. حتى ركعتين الصبح ما قدرتش عليهم. طب قول لي يا مولانا، انت حاسس بايه؟ قول لي بتشتكي من ايه بالظبط؟ كيف اشكو لمخلوق وانا في معية الخالق؟ ايه يابا؟ شد حيلك كده امال، شد حيلك عشان ربنا يكرمك وتخلص خواطرك عن كتاب الله. بعدين يابا انت الحمد لله يعني كل اللي فاضل لك جزئين. عارف تفسير الجلالين ليه سموه كده؟ عشان جلال السيوطي ما كملوش، واللي كمله جلال المحلي. ليه ما بس بتقول كده؟ بعت شر عليك، ربنا يديك طول العمر يا رب. مهندس ياسر يابا، هاتوا جيبوا ايه بس يابا؟ وده اللي جابه دلوقتي ده؟ وجاي بدري قوي كده ليه؟ عايز رأي أبويا في الاستراحة بتاع الدقدوس. هو ده وقته؟ هاته، أنا عايزه. سلامتك يا أبو، لا بأس عليك. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام. ازي حضرتك؟ ألف سلام عليك. طب يا مولانا باختصار كده عشان ما تعبكش، بخصوص البوابة الرئيسية بتاعت الاستراحة، تحب اخليها على الشارع اللي ورا ولا من الناحية القبلية؟ سيبك سيبك من الاستراحة دلوقتي، انا عايزك في حاجة مستعجلة. في الجنينة بتاع المجمع عايزك تعمل لي المدفن بتاعي. انا عايز لحد، مش عايز مقام. انا صممت لك اللحد بنفسي. عايزك تخلصوا لي في 3 ايام ان شاء الله. مولانا دكتور عصام. Thank you.
انتوا احب الناس لي واولى الناس النصيحه. اوصيكم بتقوى الله واياكم وما يغضبه. اطمن يابا اطمن. الحمد لله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحمد لله. يلا بقى سيبوني. عايز اقعد لوحدي مع اللي معايا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنك محمد رسول الله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. مضض يسعى إلى تحيط بركبه البشرى على ما قدمت يداه. وعاش العمر في روض من الآيات والذكر، فألبسه كلام الله ثوب العز والطهر. وكالنجم أشرق عبر الحياة يضيء ويبدي طريق النجاة، وأعطى وفاضت علينا يداه. سمي الرسول إمام الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العظيم.